والمملكة دي الملك اللي في هذه المملكة، المملكة بيعدي في قصتها نهر، المملكة بتشرب، النهر بيتلبس، فبقى فيه فيروس، الفيروس ده بيجيب جنون. الفيروس ده سامعني كده كويس فوق؟ كله تمام؟ الفيروس ده بيجيب جنون، يعني اللي يشرب، قصة خيالية مش حقيقية، فاللي يشرب من النهر يتجنن. فبدأت الناس أول مجموعة بتشرب من النهر كله يجنن ويفقد عقله ويبدأ يتكلم بهلوسة ويتكلم كلام مجانين، وبعدين بدأ العدد يزيد، وبعدين المشكلة إن اللي بيشربوا بيتخيلوا إن هم اللي عاقلين والإيه؟ والتانيين هم المجانين، معلش خدني واحدة واحدة لغاية ما تعرفوا أنا رايح فين يعني. وفضل الموضوع كده، والملك بدأ يقاوم الموضوع ده لأن المملكة حضرتك هتتجنن، فالملك بيحاول يوقف هذا الكلام بس كان خلاص تو ليت، الناس عمالة تشرب تشرب لغاية ما الملك صحي في يوم من الأيام، الملكة اتجننت. فالملكة كمان شربت من المية، طب إزاي الملك فين الحرس؟ فأمنادي الوزير بتاعه قال له إزاي الملكة شربت من المية؟ طب فين الحرس؟ قال له الحرس كمان شرب، الحرس اتجنن. قال له هات لي الطبيب بتاع المملكة، قال له الطبيب شرب واتجنن. قال له مين اللي مات؟ ما اتجننش. قال له يا مولاي ما عادش فاضل غير انت وانا. قال له يعني انا بحكم المملكه كلها مجانين؟ قال له قال له المشكله الاكبر ان هم متخيلين ان هم العادلين، وبكده ضاعت قيم العدل والفضيله والشرف لان كله بقى مجنون. فسكت. قال له ويعتقد ان مع ان هم كلهم العقلاء ان انا وانت المجانين. فالملك سكت كده شويه وقال له اديني كوبايه ميه من النهر، لاني ازاي احكم مجانين وانا عاقل؟ خلينا نجنن. السؤال اللي انا بساله لك، لو البلد مليانه جنان هستيريا غير عاقله، ناس بتموت وناس بتقتل وناس بتشتي على الانترنت، جنان جنان جنان، انت هتشرب ولا مش هتشرب؟ حد فاهم انا بقول ايه ولا انا بقول كلام مجانين؟ لا انا بتكلم، انا بسال كل واحد على حده. انا بسال كل واحد لوحده. كله بيتصرف بهذه الطريقه. وانت يا عيني انت كام في وسط التصرفات اللي بتحصل دي؟ انت قل تشرب. تشرب ولا ما تشربش؟ يعني الملك شرب. جنان بجنان ونعيش كده. انا ما انتش اشرب. انا لو شربت اتجنن قبل، يعني قبل ما احط الميه اكون اتجننت، لان يوم ما تفقد قيمتك، يوم ما تفقد قيمك بمزاجك، يوم نهايتك. كاني انا عايز انا بحكي الحدوته دي كلها ليه؟ لو الناس كلها باظت مالكيش دعوه، انت مسؤول عن نفسك. لو الناس كلها ضاعت مالكيش دعوه، لو كله شطب بعضه، لو كله قتل في بعضه، لو كله فقد رشده مالكيش دعوه، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. انت هتتحاسب لوحدك، انت مش هتتحاسب على جنان الناس، انت هتتحاسب على نفسك انت لوحدك. انا بفتح النت واقعد اتفرج واتفرج واتفرج واتفرج، وجات وقت لما كان كله بيخبط في بعضه والاستقطاب على الاخر، واتقال لي انت لازم تحدد، ما ينفعش تبقى نايع، يا كده يا كده. وفضلت انا، وكانت ايام صعبه عليا مش بعيده، ايام الاتحاديه وغيره، وكنت انا تحت ضغط رهيب ان بيتقال على مواقفي نايع، وانا في الاخر مش قادر اتكلم، مش قادر، مش هعرف، وهفقد احترامي. انت هتشرب، انت تفتكروا الاختيار الصحيح ايه؟ يعني تشرب ويلا يا عم خش على النت اديها شتيمه، سهل على فكره انك يعني عدم الشرب اصعب. الشرب سهل جدا جدا جدا، كليك وتشارك، بس هيبقى في ايدك دم، ممكن يكون في ايدك دم، مش دايركت بس بشكل غير مباشر. يا جماعه ما فيكوش دم والله العظيم، يعني لو القاعه دي بس كل واحد انا
انا مسؤول عن نفسي، انا مش حق ان انا اكون وحش. في حديث حلو قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا ياكل احدكم امعاء. يعني ايه امعاء؟ ما يبقاش طرطور، يعني يشتم. اوعى تبقى طرطور. ازاي؟ هو ازاي الواحد بيبقى طرطور؟ والنبي يشرح لك، يقول لك يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساءوا اسات. ده كده امعاء. ولكن وطنوا انفسكم. ايه ده؟ النبي استخدم كلمه الوطن هنا. يعني ايه وطنوا انفسكم؟ تمسك بحاجه وليكن الوطن. فاذا احسن الناس احسنوا واذا اساءوا فلا تظلموا. انا اعتقد ان احنا محتاجين نعيش في السنتين الجايين والسنتين اللي فاتوا بالحديث ده. انا مش معمليش ده، انا بعمل الصح، انا بعمل الحق. انا هتحاسب لوحدي. الحق انك تعمل الحق ولو كنت وحدك. انت كده بحق. لو كل الناس عملوا غلط مالكش دعوه. فانا دي اول بدايه الحقيقه اللي حبيت ابتدي بيها، بدايه اتمسك بالقيم. ما تنسقش بكل ما هو هستيري الجنان، خليك انت صح. طيب ده المعنى الاول. اولادنا اليومين دول فيها فن خساره القلوب. قلت ماليش دعوه، انا عايز احكي لكم عن الفن. يعني انا عايز احكي للحاضرين النهارده انت تقدر تنفذ الفن ده، فن جمع القلوب. خليني احكي لكم عنه شويه. من اكثر واحد في الدنيا تعلمت منه فن جمع القلوب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لم ارى شخصيا في تاريخ العالم يعني عبقرية جمع القلوب رغم العداوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحاسس ان انا عايز، انا لسه كنت بسجل، انا جاي لكم من الاستوديو كنت بسجل بس في الاخر. قلت ده وخطبت الجمعه الاسبوع اللي فات في الشيخ زايد الاسبوع اللي فات ده، وهنا بقولها، وعندي لقاء انترفيو بعد بكره في التلفزيون حولها. نتفرج على فكره النبي. احنا دايما بنقتدي بالنبي في العباده، في العقيده، في الايمان، في الصلاه، في الفقه، في الاخلاق. لكن عمرنا ما اقتدينا بالنبي في فن من فنون الحياه، مهارات الحياه. ليه متخيل؟ ولذلك القران جميل جدا ما قالكش لقد كان لكم في رسول الله قدوه حسنه، ما استخدمش كلمه قدوه، انما استخدم لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. هو ايه الفرق بين القدوه والاسوه؟ الاسوه اشمل. القدوه تقتدي بيه في مجال من المجالات. الاسوه تاخد منه اخلاق وتاخد منه قيم وتاخد منه مهارات حياه تيجي ننجح في الحياه. تعالوا احكي لك كده النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه ازاي تجمع الناس؟ ازاي تجمع الناس في الجامعه الامريكيه؟ ازاي تجمع الناس في مشروع في قريه من القرى؟ ازاي تجمع الناس في بيتكم؟ ازاي تجمع الناس المتصارعين مسلمين ومسيحيين؟ يعني التطبيقات اللي انا هحكي دلوقتي، ازاي تجمع العيله؟ ازاي تجمع شباب العيله؟ المهاره دي ازاي تجمع ناس الشغل؟ يعني انا مش بحكي لكم حاجات على المطلق كده مصر، لا لا لا، انا بحكي لك في تطبيقاتك انت في حياتك الشخصيه. خدي الفن اللي انا بحكيه ده واشتغل بيه. طيب تعالوا احكي لكم النبي بيشتغل ازاي. والقصص هتديكي خطوط. مثلا الطريقه الاولانيه للنبي العلاقات الاجتماعيه. يعني ايه العلاقات الاجتماعيه؟ يعني انت عدوي وانا عدوك، تيجي نعمل حاجه اجتماعيه تجمعنا؟ ازاي يعني؟ احكي لكم قصه. النبي صلى الله عليه وسلم الصراع مع قريش وصل لاشده بالبيك الذروه في الصراع، موتوا عمه، ومش بس موتوه، ده فتحوا بطنه ومثلوا بجثته وطلعوا الكبد وكلمه. منتهى القسوة. وبعدين طردوه من بلده هو واصحابه، وبعدين خدوا فلوسهم، وبعدين قالوا عليه مجنون، وقالوا عليه ساحر، وبعدين قالوا العرب كلهم الراجل ده مجنون، اوعوا تسمعوه. يعني مستوى الكراهيه المفروض يكون كام؟ يعني يساوي ايه؟ يعني لو حطينا درجه لمستوى الصراع اللي موجوده في مصر الان ومستوى الصراع اللي كان موجود ده، قاموا صراع اكبر من حيث العداوه والكراهيه والدماء. انه يطلع اكتر اكيد التاني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عايز يدخل مكه ليه؟ عايز اعمل عمره.
بقى العرب كلها تخش تعمل عمره وانا ما اعملش عمره، اشمعنى وانا ابن عبد المطلب بلدي؟ لا ما انتش داخل. فيطلع النبي لا عايز ادخل، فيقول والله ما انت داخل، ترجع وتيجي السنه الجايه ندخلك ثلاث ايام بالعدد مع غروب شمس ثلاث يوم بره. يقول لهم حاضر ماشي، لسه انا ما جيتش للنقطه هيعملها ازاي، انا بس بحكي لكم العداوه. دخل مكه السنه اللي بعديها عمل العمره، عايز يجمع القلوب. طب ايه الطريقه؟ الطريقه السوشيال، انك تعمل حاجه اجتماعيه تجمع الناس. ايه يعني دول اعداء؟ دول جه اليوم الثالث، وقت العصر بتاع اليوم الثالث، مش مستنيين لما المغرب يجي، قام نازل صفوان بن اميه قال له محمد اخرج من ارضنا بره. فواحد من الصحابه غضب قال له والله ليست ارضك لكنها ارضه وارض ابيه، انت ناسي ده مين؟ ده جده عبد المطلب اللي حفر زمزم، تقول له اخرج من ارضنا؟ فقال النبي اسكت يا سعد ما تتكلمش. وما يلوم حاجه عجيبه قوي، يا معشر قريش هل قبلتم ان اصنع لكم طعاما فنجلس لناكل سويا؟ انتم متخيلين حد يقول كده العدو؟ يعني لو قايلها حد غير النبي تقولوا يا سلام، ازاي يعني تقولوا كده؟ هل قبلتم